انا ما فهمتش علاش محمد السادس يعني لم يوحى اليه، ماشي الله سبحانه وتعالى، هذوك اللي معاه يقولوا لي هاتي صافي اكل الدواعي. واش الملك عبد الله خير جبر راه كيقول ما بقا تقول البوسي اللي يديها ما تبقاش تقولوا الجلاله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم واحد النهار ناض واحد باغي يبوس يديه، جاوبه وقال ليه هذه عادة من عادة الكسار وليس من عادة العرب. هل كانت تقبل يد أبو بكر؟ هل كانت تقبل يد عمر؟ هل كانت تقبل يد علي؟ ياك أنت كتقول أنت من الدورية ديال النبي، كتقول بأنه أنت من الخلفاء وأنت ودي بحالهم. واش فهمتي؟ أنا كنظن بأنه مصلحته يخرج بلاء ويقول مليون فصاعدا ما بقى لا بوسه لليدين ولا بوسه للكتف ولا 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 حتى كاين حتى كلمات الجلاله راه مس بالوحدانيه الله، لانه الجلاله كاين واحد اللي سميتو الجلاله هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ان اقول لبشر بحالي بحالو الجلاله، الجلاله اسم الاسماء الحسنى، هادشي اللي كنعرف. دونك كان يمكن له هو يتفادى هادشي كله ويخرج بقانون منسلم. ثانيا يمكن له هو ما يديرهاش، ولكن كيبقى عليا انا كمواطن كمسؤول سياسي ننفذ ما نبوسليش يديه. واش فهمتي؟ يعني من ناحيتين، هو كان خاصو يخرج بلا والناس تخصها تكون عندها عمود فقري. ربي ما خلقناش عمود فقري بحال لاكورديو، خلقنا عمود فقري وقف قدامه لا سجود ولا لا إلا لله.